والآن موعد وقفتنا الاقتصادية في نشرة التاسعة. أخبار المال والأعمال مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا هبة حسين وشكرا محمد عبد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال لنشرة التاسعة. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب بوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية السودان الشقيق أحلام مدني مهدي، وجاء ذلك في إطار زيارتها إلى مصر لبحث مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين. هذا وقد أعرب عبد الوهاب عن الاهتمام الدائم للحكومة المصرية بالتواصل مع الجانب السوداني والعمل كذلك على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتشجيع مجتمعات رجال الأعمال في البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تنموية في مصر والسودان. من جانبها أعربت الوزيرة السودانية عن تطلعها إلى الاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال. التقى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين مع المدير التنفيذي لشركة تسكاتك النرويجية ونائب رئيس الشركة للمشروعات لمتابعة المستجدات الخاصة بالتعاون في تنفيذ المشروعات الخاصة بالوقود الأخضر وتوطين الصناعات المغذية لها. وأعرب وليد جمال الدين عن جدية المنطقة الاقتصادية فيما يتعلق بدعم الكيانات الكبرى التي قامت بتوقيع مذكرات التفاهم لإنتاج الوقود الأخضر، بالإضافة إلى جاهزية المنطقة لهذه المشروعات. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة تسكاتك النرويجية الالتزام الكامل الذي تبديه الشركة لإنجاز هذا المشروع بأعلى المعايير الفنية ووفقا للإطار الزمني المحدد. ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخطوات التنفيذية للبرنامج القطري لمصر بالتعاون مع المنظمة، كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت وزيرة التخطيط في هذا الإطار إلى أن تصميم البرنامج القطري كبرنامج متكامل مدته 3 سنوات من شأنه أن يسمح لمصر بالاستفادة من خبرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تصميم السياسات وفي تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالاعتماد على مجموعة واسعة من الركائز. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير عن فتح الأسواق الباكستانية أمام البصل المصري وتصدير أولى الشحنات إلى باكستان بعد نجاح المفاوضات بين الجانبين وبين الحجر الزراعي في البلدين واستيفاء كافة الاشتراطات ومعايير الصحة المطلوبة. في أسواق المعادن النفيسة ارتفعت أسعار الذهب العالمي إلى أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوع لتسجل 1726 دولارا للأوقية. أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 957 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1117 جنيه للجرام، في حين سجل الذهب عيار 24 ما قيمته 1276 جنيه ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 9780 جنيه. من أسواق المعدن النفيس إلى أسواق البترول العالمية والتي ارتفعت أسعار النفط فيها بفعل تهديدات روسيا بقطع إمدادات النفط والغاز، على الرغم من أن العقود الأجلة للخام سجلت انخفاضا مع ارتفاع أسعار الفائدة. وقد ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 4.1% إلى 92.84 دولار للبرميل. زادت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.9% لتصل إلى 86.79 للدولار للبرميل الواحد. أما أسعار المازوت فقد ارتفعت النسبة فيها بنسبة 1.42% لتصل إلى 3.59 دولار للتر، كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بنسبة 1.2% لتسجل 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. خلال افتتاحه مصنعا لأشباه الموصلات الإلكترونية في ولاية أوهايو الأمريكية،
اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تصنيع هذه المكونات الإلكترونية يعد مسألة أمن قومي، لا سيما في مواجهة الطموحات الصينية. أشاد بايدن في هذا الإطار بالتشريع الأخير والذي تم تبنيه بمبادرته وسمح بتخصيص 52 مليار دولار من الإعانات لإحياء إنتاج أشباه الموصلات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التنافس الكبير بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. انتهت جولتنا الاقتصادية مشاهدينا الكرام.